علي عليه السلام حينما تقف عنده شو تقول له؟ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. تزوره تتذكر أن علي عليه السلام حينما ودع الدنيا إيش قال؟ قال فزت ورب الكعبة، يعني أكو فوز. آخر كلمات أمير المؤمنين هذه عند الضربة، آخر كلمات أمير المؤمنين عليه السلام شنو تذكرون؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. من هم العاملون؟ يعني إن شاء الله أنت وأمثالك، أنت شيعة أمير المؤمنين لتقتدون به. هو قاعد يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها العاملون من بعدي، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، أيها العاملون من بعدي تريدون تعملون اعملوا لمثل هذا. هو هذا طريق علي عليه السلام. فش راح يصير؟ نظرتك للمستقبل متفائلة، المستقبل الحتمي الأبدي نظرتك له متفائلة. ايش راح تصير شخصية المؤمن؟ شخصية متفائلة، بعد مو شخصية كئيبة. بعض الناس حينما يشوف المؤمن يبكي كثيرا ويذكر الموت كثيرا ايش يحسب؟ ما فاهم الموضوع، يحسب ان هذا انسان معقد. مو شي يقولون عنه؟ انتوا تسمعون بعد لابد هواية اكثر من عندنا باس. يقول لك هذا معقد شوية، صار هواية خير روح للمسجد وكذا كل ليلة الجمعة رايح للزيارة، هذا شوي صاير معقد. أنا خل نروح نتونس، خل نروح لبغداد، ما أدري وين نروح، فلان مكان، ما أريد أسمي الأشياء بأسمائها القبيحة. هذا مو معقد، هذا سعيد. ليش؟ لأن هذا هو نظرته للمستقبل متفائلة. أما أي واحد أنت روح له بأوج شعوره باللذة المحرمة، بس تمر عليه ذكرى الموت تنغصه. فلهذا شي يسموه هادم اللذات. الموت هادم اللذات، صحيح لو لا؟ يهدم اللذة. لأنه هو بينما المؤمن حينما يذكر الموت شي يشوف بيها؟ يشوف بيها السعادة. أصحاب الحسين عليه السلام، شوف هاي قيم أهل البيت، لاحظوا قيم أهل البيت شلون هي مترابطة، شوف الشعائر شلون تشدنا إلى نفس المفاهيم. يقول هذا لبرير أحد عبد الرحمن في ليلة العاشر من المحرم، فقال له ما هذه ساعة باطل؟ قال لقد عرفني قومي ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا. أنا من شنت شباب ما شنت يم الباطل، الساعة أنا أجي أصير من أهل الباطل مو من أهل الباطل. ولكن ليش أنت مبتهج يا برير؟ قل ما بيننا وبين معانقة الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم.